السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله. اليوم أقدم لكم درس حول كيفية إشعال لمبة النيون أو الفلورنس عن طريق البردة الموجودة داخل اللمبة الموفرة. نبدأ على بركة الله. أولا نقوم بسياج هذه اللمبة. هنا نلاحظ إنها لا تعمل، سأقوم بالفك. في الكثير من الأحيان تنحرق اللمبة والبردة تبقى صحيحة. هنا نلاحظ مشابك، نقوم بفكها ونقوم بنزع فصل اللمبة عن البوردة. هنا نلاحظ لديها مخرجين من هنا ومخرجين من هنا. سأقوم بفك الأسلاك عنها. بصورة مقربة من هنا اثنان ومن هنا اثنان. ثم نقوم بفك البوردة. هنا أربعة أسلاك، اثنان والاثنان أربعة. نقوم بوضعها. نأتي بهذه القطعة لقيام لنرى إذا كانت صالحة أم لا. سأقوم بقياسها بجهاز الأوفوميتر، نشعله ونضعه على تيار الفولتية المترددة إلى 750، ثم نضع البوردة بالكهرباء. إذا أعطتنا قراءة معنى ذلك إنها صالحة، إذا لم تعطينا قراءة معنى إنها فاسدة. نقوم بقياس السلكان B1 وB2. نلاحظ أعطتنا قراءة. نذهب إلى الجهة الأخرى. نقلب الأقطاب. هنا أعطتنا قراءة كذلك بمعنى إنها صالحة. كما لا ننسى، إذا لم تعطينا قراءة هنا نذهب إلى الكونتساتور لنعرف إذا كانت صالحة أم لا. نقوم بوضعها في الجرس. إذا أصدرت صوت معناه أنها صالحة،
وإذا أصدرت قراءة صالحة، لكن إذا لم تصدر لا قراءة ولا جرس بمعنى إنها فاسدة، لأنها تبقى على مؤشر الواحد فقط. هنا نأتي إلى مصباح النيون، نقوم بإلصاق سلكان من هذه الجهة وسلكان من الجهة الأخرى. ثم نقوم بتوصيل الأطراف الأسلاك سلكان من جهة في بي واحد وبي اثنين، وسلكان في بي ثلاثة وبي أربعة. سأقوم بإلصاق الأسلاك. ثم نقوم بإلصاق الجهة الأخرى. نفصل بين الأسلاك حتى لا يقع التماس. بهذه الطريقة أكون قد انتهيت من التركيب، اثنان من هنا واثنان من هنا. ثم أقوم بالنظر إذا الأسلاك غير ملتمسة نتأكد، ثم نقوم بإيصال الكهرباء. بسم الله. هنا نلاحظ اشتعال النيون. بمعنى إننا نستطيع إذا فسدت لنا اللوحة التي يلتصق بها النيون في الحائط، نستطيع المحاول أن نلغيه ونركب عليه هذه البوردة. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. أرجو أن تشتركوا بالقناة وأن لا تنسوا وضع لايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.